أهلا بكم أيها الرائعون، دائما مع تقنية رائعة في قانون الجذب. وفي هذه الحلقة تقنية الكتاب الرائعة لجذب الأهداف. مرحبا بكم مرة أخرى. عزيزي المستمع، حينما تكتب أهدافك بكل سهولة في ورقة أو في مذكرتك، هذا يعني ببساطة أن الهدف الذي تريد واضح جدا في عقلك. لذلك فأنا أركز دائما على أن الكتابة هي واحدة من أقوى الطرق في جذب الأهداف. قم بكتابة ما تريد في مذكرتك خاصة، هذا يعني كما قلنا أن هدفك واضح جدا في عقلك، وبالتالي فأنت تضع كل مستقبلك في حركة وفي ديناميكية رائعة لتحصل على ما تريد. حينما تكتب الهدف الذي ترغب في تحقيقه، هذا يعني ببساطة أنك سجلته في عقلك الباطن. عقلك طبعا سوف يحول هذا الهدف إلى مشاعر، ومن بعدها إلى اعتقاد، وبالتالي يحثك بكل الطرق على تحقيق ما تريد من خلال تحفيزك الخاص على تحقيق الهدف، وأيضا أن يجذب إليك بإذن الله طبعا الوقائع والأحداث والأشخاص الذين يساعدونك على تحقيق ما تريد. يمكنك الاستعانة طبعا بالتحفيز الخاص بك عزيزي المستمع عندما تغير أفكارك نحو الخارج، فإن كل شيء سوف يتغير معك. عندما تكتب الهدف الذي ترغب فيه حقا، هذا يعني ببساطة أنك أشعلت الطاقة الخاصة لجذب هذا الهدف. التحفيز الذاتي يعني بأنك تستطيع أن تحصل على ما تريد بإذن الله، فقط عليك أن تكون متحفزا ومتحمسا أكثر للهدف الذي تريد. حينما يكون الهدف مكتوبا، هذا يعني ببساطة أنك تعرف الطرق التي تسهل عليك الحصول على ما تريد. يوما ما سوف تراه متجليا بإذن الله في حياتك، فقط عليك أن تكون أكثر قوة وفاعلية من خلال التحفيز الذاتي. سوف تلاحظ أن كل الطرق ستفتح أمامك لتحصل على ما تريد بإذن الله. يوسف حسن، أمان الله.